قولي شحي، تعرف اليوم بدنا نفطر انا وياك مكدوس. ليش استوى حبيبي؟ لكان مو صار لهم اسبوع، لازم يكونوا استوى. بعدين انا اليوم وعدت رفقاتي اني اخذ لهم معي مكدوس على الشغل، بس انا قلت لازم انت تكون اول واحد بدوقهم. لك ناوليني هالقطرميز لحتى اكون اول واحد يسحب المكدوسه منه. هاتي من عيوني. هاتي نشوف. اخيرا حناكل المكدوس. لك المكدوس شوي. اوه ظريفه انت. ليش هيك فارطه؟ عادي، خذ من اللي تحت. شو روحي كلهم فارطين كأنه. شو حاطه فيه؟ انا رح افتح الباب. شلونك يا هلا؟ بليلى هلا اذا المكدوس فارط شو بيكون يعني؟ فارط؟ شو الملح اللي حاططيه؟ الملح المياوات هذا، بس شو دخله؟ شلون شو دخله؟ ملح اليود بيخلي الباذنجان يفرط. والمعنى؟ المعنى؟ العوض بسلامتكم، بدكم تاكلوا هيك. انت السبب، كل الحق عليك. مين انك تروح تجيب لي هذا الملح دراب السخن؟ اه؟ شو بدي اقول هلا لرفقاتي؟ لك يا شماتة قواسين فيني، انت هيك دائما، ما بترتاح غير لتبهدلني قدام العالم. هلا يا قصي بتنزل بتجيب لي غراض، اليوم بدي اعمل مكدوس.